يواصل الوفد الاقتصادي البحريني جولته في مدينة شنغن الصينية في زيارة ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وتشمل أبرز المراكز التجارية الحيوية في الصين في عدد من المدن الصينية والعاصمة بكين. قام الوفد البحريني برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة بزيارة إلى مقر شركة هواوي الصينية وموقعها الجديد للبحث والتطوير، وذلك في اليوم الثاني من الجولة الترويجية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة ما بين 14 وحتى 22 من نوفمبر الجاري. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الناجحة للشركة والتي تتخذ من البحرين مقرا لأعمالها الإقليمية. سعدنا اليوم بزيارة تكنولوجي بارك لهواوي والاطلاع على مجريات العمل في هذا المصنع. لا شك أن التقنية عالية والتصنيع يعني يحتاج إلى تقنية عالية جدا، وإحنا سعيدين بالاطلاع على آخر التطورات في مجال التكنولوجيا في هواوي. ولا شك أن وجود هواوي وأمازون ودور مجلس الاقتصادي في استقطاب هذه الشركات وخلق قاعدة من التكنولوجيا مهم لأبنائنا وخلق وظائف مهمة تعزز جميع القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين. الزيارة الترويجية للصين تهدف إلى تحقيق أهداف مجلس التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات إلى المملكة والمساهمة في خلق فرص عمل نوعية في السوق المحلي، ويقوم الوفد البحريني بعرض المجالات والفرص التي يمكن للشركات الصينية الاستفادة منها لاستقطابها وتشجيعها للاستثمار في البحرين. المهمة الرئيسية هي جذب المستثمرين إلى مملكة البحرين. هواوي شركة يعني جذبناها من عدة سنوات، اليوم توظف فوق 600 وظيفة، مقرها الرئيسي حق الشرق الأوسط موجود في البحرين. فإحنا أملنا أن نجذب شركات مماثلة من أجل خلق وظائف، من أجل تدفق الاستثمار إلى مملكة البحرين. حققت البحرين نموا اقتصاديا جيدا في السنوات الأخيرة، وهي من الاقتصاديات التي اتخذت خطوات نحو التنوع الاقتصادي، واليوم أصبحت لا تعتمد على النفط، وانعكست هذه السياسة إيجابا على دول الخليج، إذ يمكن للشركات تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية فيها بسهولة، كما يمكن التوسع للأسواق المجاورة لا سيما في دول الخليج ودول شمال إفريقيا. أما من ناحية سياسات البحرين باعتبارها واحدة من البلدان الأكثر حرية في الاقتصاد، كل هذه الامتيازات تساعد الشركات الأجنبية على تأسيس مراكز إقليمية لها في البحرين. وبهدف التعريف بالتجربة البحرينية في خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال والاطلاع على التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال، التقى أعضاء الوفد البحريني بمسؤولي حاضنة الأعمال جالاكسي ومجمع حاضنات الأعمال شينزن بي إنو بارك، وجرى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم ريادة الأعمال وتبادل رواد الأعمال بين كلا الجانبين. حاضنات الأعمال في الصين عندهم أفكار ومشاريع جديدة اللي احنا ما قد شفناها في الخليج كله، فلما نشوف المستوى المشاريع موجودين هنا نقدر ناخذ الخبرة ونتعلم منهم عشان شلون نقدر نطور المشروع ومسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال في البحرين وفي الخليج. ومن المنتظر أيضا أن يوقع الوفد البحريني على اتفاقيات اقتصادية وعددا من مذكرات التفاهم مع شركاء من الجانب الصيني، وذلك على هامش منتدى البحرين شنزن للأعمال الذي سيستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في مدينة شنزن.